السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم أو موضوعنا لهذا اليوم احنا متناولينه مسبقا ضمن محاضرات أو الخاصة ضمن الارك جي اي اس، لكن اليوم حبيت أنوه على بعض الشغلات المهمة اللي وردتني ضمن التعليقات. بعض الأشخاص ما يطلعتهم الرسم. أول شغلة بالمناسبة محاضرتنا لهذا اليوم هو لما أسوي distribution أو special distribution analysis of climate data، يعني أرسم التوزيع الطبيعي أو التوزيع للبيانات المناخية على منطقة الدراسة كهذا الرسم. لاحظ هذا هسه راسم التوزيع البيانات المناخية اللي هنا بيانات الأمطار على منطقة دراسته، وحسب شنو يريد يرسمها average annual، الأشهر الدراي، الأشهر الفصول الجافة أو الفصول الصيفية، الفصول الويت الرطبة، anything يعني. أول شرط لازم أنت تسوي الملف بأكسل. الملف الأكسل لازم يحتوي على latitude longitude، هاي أول فقرة لازم يحتوي على latitude longitude. ليش؟ حتى يتعرف ضمن الجي اي اس، لأن إذا ما سويت له latitude longitude ما حيتعرف. الشغلة الثانية تخلي بياناتك اللي أنت راح ترسمها الأفرج، هاي الإليفيشن مو ضروري يعني ما متطلب، لكن لكل نقطة أنت اللي حتى يعني تمثل بها هاي التوزيع البيانات المناخية تحتاج لازم إلى longitude latitude، هاي أول شغلة. شغلة ثانية يعني هذا إليفيشن نقدر نحذفه. شغلة ثانية يلا نقدر نحط البيانات هنا، يعني ما ترهم هنا تخلي لي فقط سنين وتحط لي القيم مالتهم تريد ترسمهن. برنامج الجي اي اس ما راح يتعرف عليهن، حتى يوزعهن على التوزيع الخاص بمنطقة الدراسة يحتاج إحداثيات كوردينيت، فهاي الإحداثيات عبارة عن لاتيتيود لانجتيود في كل منطقة. فلذلك هنا إذا تلاحظون هذا المكان أنا هسه بينت لكل واحد latitude longitude. أجي شنو عندي؟ عندي annual، عندي dry season وعندي wet season. هسه أقدر شو أسوي قبل ما أرسمهن؟ أروح منها أقله save as مثل ما تعلمنا مسبقا، وأحوله شنو؟ أحوله text، لأن GIS ما يتقبل Excel وإنما text. أحوله منها أكو صيغة اسمها text tab dimulated أحول بها. تمام؟ هاي أول فقرة. فتحت الأكسل أمامكم فقط حتى أنه تلاحظون طريقة الإجابة. فمثل ما تلاحظون هنا أنا فتحت لكم الأكسل حتى أبين لكم وين الأخطاء اللي يعني أغلب الباحثين يعانون معدها، أنه يجي يرسم مباشرة ما تقدر ترسم تمثل أي توزيع لأي متغير مناخي، أو مثلا توزيع تصاريف أو توزيع متغير مناخي أيا كان. لاحظ مثلا هذا هنا عندي وديع يبين لك احنا سبق ونوهنا التغير مناخي، هاي هنا ستيشنات محطات او اسماء الصبيزين مسميهن. فنرجع ونقول بالاكسل لازم يحتوي هاي الملفات. هذا الاكسل اذا احتوى هاي الملفات تلقائيا انت شنو تقدر تسوي؟ تحول الى تكست تاب دوميليتد. بعد ذلك هسه هذا ملف الاكسل راح اغلقه لان يعني الغرض من عنده فتحته حتى اعلمك على بعض الامور. نجي الى الفقرة الثانية، هي نروح على البرنامج الجي اي اس، افتحه عندي هذا الشيب فايل وهذا عنده توزيع المحطات المناخيه. انا يعني سبق انه استدعيتها للبرنامج. فهسه بعد ما اكملنا انه الغرض من الاكسل وعلمتكم عليه وحولته الى الملف التكست تاب ديميليتد، تروح من هنا تستدعي الملف الخاص بك مثل ما بينا مسبقا. هسه راح نجي هنا اقول له أنا هنا مستدعيته، لكن راح أحذفه حتى أراجع لك الخطوات. هسه أنا حذفته، أرجع لهنا أقول له add data. هذا عندي ملف الـ precipitation data بصيغة التكست، تاخذه الأكسل ما يشتغل هنا، تقول له أوكي. لاحظ هنا ظهر لك بالأسفل، دائما ينزل بالأسفل عندك، تقول له display XY data. فهسه راح ياخذ اللانجتيود واللاتيتيود. تتأكد من الديسكريبشن الكوردينيت سيستم الخاصة بالنظام، ضروري تكون ضمن الكوردينيت اللي خاصة بك حسب انت من وين راح تطبق من يا بلد. ما اقدر انه هذا حسب يعني الاسقاط الجغرافي لمنطقة دراستك. هسه احنا يعني الجيوغرافيك كوردينيت سيستم ضمن الـ WGS 1984. اذا يحتاج تعديل منها تقول له ادت وتعدل، ما يهتم هو، واهم شيء ما يهتم للنوع الاول، النوع الثاني هو البروجكتد، وانما يهتم للجيوغرافيك كوردينيت سيستم. بعد ما تتاكد من كل هاي الامور تقول له اوكي. يقول لك هل انه تريد انه نظهر لك التيبل على ضمن لوحه هذا؟ يقول له نعم. هسه هنا باعتبار ظهر لك اياه، تصعد لفوق راح تلقاه متواجد بالاعلى.
حتى ترسم التوزيع المناخي للبيانات المتوفرة عندك. بعد ما سويت الديسبلاي اكس واي داتا، تروح تقول له اكسبورت، تصدره على شكل شيب فايل، تقول له داتا اكسبورت هنايه. هسه انه راح يصدر لك اياه على التعيين، هل انه تريد اضيف لك نسخة هنا ضمن التيبل اوف كونتنت؟ تقول له نعم، راح يضيف لك اياها. هاي تعدل اسمها حتى ما يضيع عليك الاسم. هنا تروح على البروبرتيز، بعد البروبرتيز تروح على جنرال، هنا تنطيها اسم. ايش تكتب عليها؟ تكتب مثلا بريسيبيتيشن داتا اي بي تي اي او ان داتا شيب فايل، خلينا نسميها مثلا حتى نعرف اس اتش بي. اوكي، انت سميها اي اسم يعجبك، بس انا انه حتى ما واحد انه يعرف هذا. هسه ورا ما حددنا هذا انه الشيب فايل، اروح حتى عند طرق للرسم، طريقه المسافه الترجيحيه المعكوسه، عدة طرق تناولناها بفيديوهات سابقه. هسه نرجع لهنا، نختار من الارك تول بوكس، اكو خيار اسمه ال 3 دي اناليسيس تول. هسه راح يبين امامكم. بالمناسبة إذا أحد يسألني شنو هاي الخطوط الدقيقة، هاي الخطوط الكنتورية نسميها إحنا الكنتور ماب، وأيضا شارحة عنها فيديو بالكامل شلون نرسمها وشلون نسقطها. تروح على 3D Analyze Tool، تختار الراستر Interpolation، تختار أي طريقة اللي متواجدة عندك، الـ IDW مثلا طريقة أو الجرينك، أي طريقة، بس بالأحرى هن الطريقتين لأن هن أكثر طرق مشهورة يستخدمونها حتى يرسمون التوزيع المناخي. نمبر 1 يطلب من عندك تدخل البوينت فيتشرز، تدخل اللي هي هاي سميتها اني، لو ما يعني لا ضروري ننتبه على هاي الخطوه، ضروري الداتا تحولها شيب فايل، لان اذا ما تحولها شيب فايل ما تقدر تستدعيها بهاي الطريقتين الاي دي دبليو والكرنج. لذلك قلت لك بعد ما تتاكد وتسوي ديسبلاي اكس واي للداتا، تروح هاي الداتا تحولها الى شيب فايل، هاي اول خطوه، لان هنا ما تقدر تستدعيها. يعني من ترفق يعني خانة الاستدعاء، واذا انت ما محولها شيب فايل، نقولها اكسبورت شيب فايل، ما راح تلقاها هنا، ذلك ضروري تحولها شيب فايل. بعدين هسه شنو راح ترسم؟ الزد، ترسم مثلا الانوال، تريد ترسم الانوال او تريد ترسم الدراي سيزون، تمام؟ الدراي الاوتبوت هنا. طيب الرسم تريده يبين على كل هنا لو فقط خاص بمنطقة دراستك، فتروح تقول له Processing Extent امتداده وين، فتختار Processing Extent Default ضمن Shape File منطقة الدراسة. وين Shape File؟ Shape File هذا ضمن Shape File. أقول له أوكي، نقول له أوكي، خلينا نشوف وين يتم أو يطلع يعني يكون إنه خطأ في مكان ما. هسه نتأكد هو ذا يظهر فد يعني خطأ في مكان ما، راح ينوه لك عليه، لكن يعني بالأغلب يعني هسه لاحظ هنا ظهر عندنا خطأ، خلينا نشوف شنو الخطأ وين. نفتح، بالأغلب يصير مكان الإخراج إنه عندنا أخطاء، فهسه نروح على مكان الإخراج الخاص بها، نحدد مكان الإخراج بما إنه إحنا ما حددنا وين الأوتبوت راح يكون. هنا تلاحظون إنه هذا الرسم انطاني إياه للتوزيع الخاص. وهاي التقسيمات الخاصة. هسه شنو رسمت اني؟ الدراي سيزون. هسه حتى ابين الدراي سيزون اروح اغير اسمه على البروبرتيز، هنا شو اسمي دراي سيزون اس اي اي اس او ان، حتى هنا اعرف الرسومات اللي انا رسمتها. بعد ما غيرت اسمه من الجنرال، من ادخل على البروبرتيز مال اللاير، اروح على السيمبولوجي الخاص باللاير، مطيني كم تصنيف؟ 9 تصنيفات او اكثر، مثلا اسويهن مثلا 4 تصنيفات او 5، خلينا نسويهم مثلا 5 تصنيفات. هاي ال5 تصنيفات دا نلاحظ منطانيهن بهالشكل هذا. نجي انا الالوان اريدها متقاربه تصير مثل هذا، حتى كل من انطلونه يكون اكثر مثلا من الثاني او كذا، فشنو اسوي؟ اروح على خيار سمبل، هاي كلش تنتبهوا له ضروري، وين سالت بيها عن طريق الرسائل الوارده للقناه، فتروح على السمبل هنا، تضغط كليك ايمن على السمبل، فليب كولرز يعني شلون يقلب الالوان، رامب كولر يعيده نفس ما هن متواجدات هنا. اول شيء خلي اروح اغير الالوان، بما انه هنا انا رسم صغير فدائما تميل للون الازرق، فراح اختار هذا اللون الاعتيادي. هسه اذا قلت له من اروح على سمبل واضغط كليك ايمن، فليب كولر غير لي الالوان، لاحظ الرامب كولر سواهن بهالشكل هذا.
تروح على هذا الخيار اللي هو البروبرتيز اوف الكلر، شو تريد يا لون كلهن. انا بما انه هسه دراي سيزون فراح اسويهن اخف لون ازرق، هذا تلاحظ هنايا بهذا اخف لون ازرق. فشنو اسوي هسه؟ اقول له اوكي الاول مثلا تمام، اروح على الخيار الثاني اقول له مور كلر، هاي مثلا 190 اقلل اللون مثلا او ازيده حسب شنو اللي يعني اللي هنا ما داحف تزداد القيم، فهاي منطيته اني اقل قيمه، فهنا احاول قدر الامكان ازيد القيم شويه تصير مثل ما نقول بسمك اكثر. اروح ادخل على اللاير نفسه هنا، ادخل على المور كلر وهناي ازيد، يعني هسه هنا 125 صارت. اوكي هنا هنشوف ايش قد صارت، ادخل مور كلر 168، هناك 125 كل ما نقلل تزداد سمك اكثر، فازيدها اقللها شويه بعد صارت 145. اوكي الاولى مور كلر اضغط عليها، هاي 190 هناي، فاقلل اسويها مثلا 168. يعني بامكانك تستخدم الماوس المتحرك وتغير 181. اوكي هسه هناي غيرت هاي الالوان، هسه انتقل 49 زادت، يعني وكانه زاد الشده المطريه بالنسبه للدراي سيزون. فشنو اسوي؟ هذا على الصبي زنداي يحكي، لان هو راح يوزع عليها على اساس التوزيع المناطقي البيانات المناخيه، فادخل عليها هنا اقول له مور كلر، بعدين هنا عندي 190 ازيد الكميه، راح يكون هنا عندي مثلا 130، اقل من 130 105 انطي، هذا هنا لاحظ 105، اللي بعده مثلا انطي لون اخر مغاير، انه ادخل على المور كلر الخاص بي مثلا وانطي راح يكون اكثر لان الشده المطريه الى تكون اكثر، فهسه اوصل الى مثلا 100 قدر الامكان او 107 نو بروبلم. هسه هنا نقول له اوكي ديسبلاي، نروح على الليبل، انا هنا الديزمون مالتهن عالي فاروح اغيرهن، يعني ما اريد هالقد انه مثل ما نقول بيانات او ارقام وراهن، فاروح اقلل. هسه انا اخذت رقمين بعد، راح امشي كل البيانات يعني الديزمل بعد، هذا هو عباره عن رقمين فقط، منين تغير مو من الرينج منه، وانما تروح على الليبل، الليبل اللي يظهر لك ياهن. انت بعدين مو راح تسوي اخراج لهذه الخريطه، فمن ضمن الاخراج تحتاج يعني تظهر تسوي ليجنز اللي هو مفتاح الخريطه، فهنا الليبلز تروح تغيرهن بي. هاي لاحظ هنا هسه اني غيرت هذولي لهنا، قللت الدزمل ليش؟ حتى من اسوي مفتاح الخريطه ما راح يظهر لي بهالدقه هاي، وبالتالي مثل ما نقول احنا يعذبني. هاي هنا ايضا هسه اجي على هذا الرقم ايضا اقلله، اخذت مرتبتين بعد الفارزه كلش كافي تبين لتاثير التوزيع، الان ما اريد الى هاي المرحله، منطقتي مو مثلا منطقه قليله جدا بالسنتيمترات واريد ابين، وانما منطقتي بالكيلومترات مساحتها، فهذا التقليل الها يعني هاي ما بعد الفارزه باكثر من 3 مرادب ما له تاثير. هسه هنا نقول له اوكي، هسه نقول له ابلاي، طبق لي هاي البيانات عليه. هسه بعد ذلك هسه هنا تلاحظ هنا شوف انطاك التوزيع او المناطقي الخاص بهذه مثل ما نسميها احنا المناطق. اذا احد يجي يسالني اقدر اغير الالوان؟ اي نعم تقدر تدخل عليها مباشره وتغير توزيع الالوان بها، يعني هذا مثلا هالشكل ترجع على هذا الثاني هنا، شوف هذا مثلا ايش قد كانت قيمته، هنا مثلا ايش قد كانت قيمته هذا المور كولر مالته، ايش قد قيمته 181. اوكي ممكن شو اسوي ال 181 ازيدها اخليها مثلا 191، خلاص الثاني يعني هذا شغلة الالوان وغيرها شغلة تابعة لك، حتى ما نطول الفيديو احنا ويكون كلش طويل وبالتالي ممل وياخذ وقت هواي بالتحميل وبالفهم الموضوع بصورة عامة، فتقدر انت تستفاد من هذا الموضوع برسم التوزيع الجغرافي الخاص بالمنطقة. ان شاء الله اكون اتمنى فدتكم، بالمناسبه تقدر تسوي لها اخراج، تقدر تضيف لها مثل ما تعلمنا سابقا على اخراج الخريطه تماما. احد يسالني ما هاي الخطوط الداخليه؟ هاي الخطوط هي عباره عن خطوط كنتوريه
خاصة بالمنطقة. إذا أحد يسألني شلون أنا أبين الكنتور لاين، ضفت لك فيديو كامل أبين لك شلون أرسم الكنتور لاين ضمن مستودعات أو مستوعبات الخاصة بالجي آي إس. لهنا إن شاء الله أتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم جدا مفيدة لكم وتحل لكم هواي مشاكل ضمن الأسئلة اللي انسألت عليها اللي خاصة بالتوزيع المناخي. ألتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.